عايزه تنقبي بوك من هنا؟ ايه؟ 10 كشاكيل. قولي كشاكيل بقى، فاهمه؟ تعالي في السالك عشان ابقى فاهم، عشان اساسا اليوم يعدي، عشان انت تعبان. خلاص ماشي، هات 10 كشاكيل. 10 ليه؟ ليه 10 كشاكيل ليه؟ احنا مقدمين لها على دكتوراه، دي اولى ابتدائي يا ماما. اولى ابتدائي عندهم يا بابا 10 مواد يا بابا. ما حلو، احنا هنجيب 5 كشاكيل ونفلق الكشكول كده، كل مادتين في كشكول. عدي معايا اليوم. نفلق؟ نفلق. انا عايزه كشكول بتاع فرنسي يبقى 3 سطور. وده ماله لما يتكتب فيه فرنساوي؟ ده لما يتكتب فيه فرنساوي يقول لك لا اومون ديون، انا مش هقدر. بص بقى، عايزه واحد ابيض وكبر ازرق واصفر وبيج وجرين. يما 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 يما، ايه ده ايه ده ايه كل ده؟ ايه ده؟ هي هتبيع لاصحابها؟ عامله مشروع هتفرش في الفسحه وتبيع؟ انت جايبه بالدسته يما، الباكت ده فيه دسته، انت مدركه؟ انا اول مره اشوف واحده يبقى عندها جلاد اكتر ما عندها كلوتات. ايه ده؟ مينا اسمها بنتيات على فكره. كانسون بقى، ده هو اللي احنا كنا عايزينه. احنا فين والجامعه فين يما؟ جامعه ايه يا بابا؟ بقول لك السكول طالبين مننا سكتش كانسون ده. ده ايوه عشان بنت ترسم اولى ابتدائي. ترسم في ده بتاع فنون جميله، ده بتاع الجامعه، ده ماما ده بتاع الجامعه. تعرف ده في اوروبا بيقعدوا في الشارع يرسموا فيه كده، يشحتوا بيه ده. انا مش هجيب، انا كانسون مش هجيب كانسون انا، ولا حصه الرسم. مش جايبين كشاكيل؟ تقطع ورقه من النص ترسم فيها. هترسم بورقه من النص؟ انت مش مخلفاني بكسر. على فكره بنتك هتسقط في الارض باسلوبك ده. ارض؟ ده انا هجيبك على الارض اقسم بالله. ايوه لانش بوكس، الحمد لله اهو لانش بوكس. مهم العلق دي ناويه تديها رز وخضار وهي رايحه المدرسه؟ يا ابني سندوتشات بس. طب ما سندوتشات ملفها في كيس نايلون يما، لازم لانش بوكس. انا امي كانت بتعمل لي سندوتشات في جرايد، كنت باكل السندوتشات بالجرايد. انا مالي ومال امك ومال الجرايد؟ اتفرجت على الناس، هو ده لازم. انا كان ليا خالي محبوس، ففي عمود الزياره بتاعه لسه عندي، تبقى حلل الالومنيا كده فوق بعض، 3 حلل كده، وبتحفظ الحراره ما بتدخلهاش حشرات. وعمر والله عمود الزياره ده ستايلش، والبت اقول لك ايه ده وبتاع، يعملوا كده. بقول لك ايه، انا ماليش فيه، هما الاثنين دول انا عايزاهم، وهنجيب الاثنين. يعني هنجيب الاثنين؟ طب والاثنين؟ واحد الفروتس وواحد الفود. الله، بص بقى اللون ده، الفلاسك دي ماتش جدا مع اللانش بوكس ده، ايه رايك؟ لا زمزمان مهم. لا زمزمان للامانه عشان البنت تشرب، رقها ينشف ولا حاجه. لا تشرب، لا وحلوه وشيك. ايوه ايه رايك فيه؟ يا نهار اسود، يا نهار ايه ده؟ ايه ده يما؟ ده انا زود عليها 300 جنيه، 300 جنيه واعمل لها كل درج للمدرسه كلها صدقه جاريه، البنت تنجح ببركه دعائهم. يعني ايه ده؟ مش هنجيب الفلاسك دي؟ لا نجيب الفلاسك دي، نجيب يما الفلاسك دي. استنى بقول لك، عايزه سيسرز؟ لا ايه؟ في السالك، اديني في السالك. مقص. ومقص السمك اثر معاكي في ايه؟ حبيبي بنت طفله صغيره عايزين لها مقص بلاستيك. لا اديها مقص السمك، حلو وريحته زفره كده وجميل وقمر وعسل. بص بقى، عشان انا محتاره، اجيب البنسل كيس اللي عليها يونيكورن ولا هالو كيتي ولا الميرميد دي؟ انت بتكلميني انا؟ في حد غيرك؟ انا ما فهمتش ولا كلمه من اللي انت قلتيها، ايه ده ازازه؟ مقلمه، عايزين نجيب مقلمه عشان الاقلام، اختار اني مقلمه من دول. اقلام ايه؟ احنا هنجيب لها اقلام؟ احنا هنجيب لها اقلام لسه؟ انت هتذاكر بيكتن لا احترميني على الحب قدام الناس على الاقل. انا محترمك، البنت هتذاكر ازاي؟ مش لازم اقلام. ما انا كنت فاكر هنسمع لها ويعني ما فيش اقلام في الموضوع، يعني هنجيب اقلام. دي مقلمه، ما هاتي اي، هاتي اي اي واحد. اصل انا ما اعرفش، انا ما كنتش بجيب مقلمه، كنت بشيل قلم ورا وداني عادي. انا غلطت، انا فضحت لي قدام الناس. هي دي خلاص، يلا يلا خد رايك ليه اصلا؟ دي طبعا المدرسه طالباها عشان البنت تقف في الفسحه تشجع صحابها، صح؟ حبيبي دي ليا انا. ليك انت؟ لا حطيها اهو. لا ده ما ليك، وهاتي الفضي كمان. ليه كفايه واحده؟ لا دي ليا انا، هاتي الفضي. انا نفسي انا بحب الفضي على دماغنا. بص بقى كده، ايوه عايزه كومبس برجل. لا هتجيب للبت برجل في اولى ابتدائي؟ اولى ابتدائي عايزه برجل. ايوه عشان تعمل بيه دواير. تصدقوا تعملي بايه؟ لا لا لا، انا لغايه ما اتخرجت كنت بعمل الدواير بقعر كوبايه. ياكش تنجح في الاخر. ايه اللي حصل؟ ايه في ايه؟ ما حصلش حاجه. استنى، عايزين نوت بوك ليها. نوت بوك ايه؟ احنا جايبين 5 كشاكيل، احنا جايبين 5 كشاكيل. لا دي نوت بوك غير الكشاكيل دي، عشان خاطر مذكرات تكتب مثلا شافت ايه في يومها، ايه اللي هي عايزاه، نسيت حاجه تفكرها كده، يعني مذكراتها. في اولى ابتدائي، اولى ابتدائي هتكتب مذكرات هي. طبعا لا تكتب مذكرات. خلاص جبناها، خلاص جبناها طبعا. انا عايز اكتب مذكراتي معاك انت، انا عايز نوت بوك يكفي مذكراتي معاك انت النهارده. ده يكفي، ده حلو ده. لعب؟ يعني احنا جايين نجيب للبت لعب؟ لعب ايه يا مينا؟ دي برايات. برايات؟ ايوه حبيبي عشان تبري الالام. بجد والله؟ ست ساعات كنت بستنى ابويا يخلص حلاقه اخد منه الموس ابري القلم. انا زهقت يا مينا، انا بخلص من امك بيطلع لي ابوك. وايه رايك بقى ان انا هجيب الاربع برايات كلهم؟ الاستيكه الفراوله بنتك بتموت فيها.
استيكه فراوله ايه يما 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 شايفه سعرها ده كيلو الفراوله ارخص من الاستيكه دي. ايوه بس ما بتمسحش. الستات دايما على حق، الستات دايما على حق. دي استيكه دي كمان مش فراوله دي. ايه ده يا رحاب؟ الوان. احنا هنغير دهانات الشقه؟ ايه كل الالوان دي يما؟ يا حبيبي الوان فلوماستر وخشب والوان ميه. ده انا اللي بجيب ميه منك اقسم بالله. لازم التلاته؟ ايوه لازم طبعا. لازم التلاته طبعا طبعا. ايوه علشان الحاجات بتاعتها تبقى ملونه كده وجميله وكالرفول. كالرفول. ايوه لا الفراوله اتنين. البنت بتاكل واحده وبتمسح بواحده. ايوه دي عشان مذكراتها عشان لما تتجرح قوي تكتب قوي. دي مذكرات انا. دي مذكرات انا. بقول لك في حاجه نسيتها. ده انا اللي في حاجه نسيتها. ما تجيبي لي بقى مراجعه دي ملزمه المراجعه النهائيه اللي انت نزلي بامها اهي 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 اهي. عملنا عيد ميلاد في المكتبه. ربنا يبارك لك. يا نهار اسود على اوعى السنين السوداء. سبلايز ان شاء الله. اوعي ده انا اللي بقيت بايظ. ابعدي عن ابعدي ان شاء الله باذن الله. ربنا يجعله بالنجاح. بالنجاح اه ان شاء الله. تعرف على الفلوس دي مش نجاح بقى. انا من المتفوقين ان شاء الله. البت دي لو صورها ما نزلتش في الثلاث جرايد من المتفوقين ان شاء الله. انا هنزل صورك انت في الثلاث جرايد وفيات ان شاء الله. ان شاء الله هقول له حاجه ان شاء الله. عايزه تنكبي انا امي كانت بتحط لي سندوتشات في ورق جرايد. انا مالي ومال امك دلوقتي؟ كنت باكل سندوتشات في الجرايد. سيبني اكمل الافيه. ايه اللي هنا بورس؟ في ايه؟ احنا داخلين بيها معانا؟